الله يسلم هديات. يسلم ايديك يا عين. شي لذيذ. شو كنت بتمنى انه لو تعرفنا على بعض بظروف افضل من هيك. وانا كمان، بس على فكره بابا حكى لي عنك كثير من وقت اللي التقيته بالمشفى وكان مرضان من غير شيء. ايوه، عم تجيب سيرتي وانا ماني درياني بالخير. ايوه قريتكم ما تبلو. اذا هيك معلش مسموح. جوليا فيني اسالك سؤال؟ ايه طبعا تفضلي. شو ناوية تعملي بعد الطلاق؟ صدقيني ما بعرف، يعني ما عندي نية لأي شيء. تجربتي كانت مع ناجي كتير سيئة، وهلا هيك روا يعني ما ينفكر بأي شيء. هلا شو السيرة اللي كنت تفتحوا لنا إياها؟ طلاق وما طلاق، بالله خلونا هيك نعيش حياتنا. يلا ماشي، خلينا نعيش اللحظة. ايه طيب. ما كنت تاكلوا لحمة؟ تفضل. يلا تفضلوا. يلا جريئة فيكم تمسكس. سنار ما عليك. ما دخلني أنا، ما مسكوا. كل الأوراق الموجودة هون. الدكتور حسام قارن بالموجودات داخل المشفى سواء بالمستودع أو بالصيدلية. بصراحة نسبة التزوير والخطأ كتير كبيرة. مفهوم دكتورة مفهوم. هاي مو أول مرة بتمر علي مثل هيك قضية، وهي بالنهاية نوع من أنواع الفساد. طبعا هاي الظاهرة كتير منتشرة بهالفترة. بصراحة سيادة الضابط، كمية الأدوية المهدئة اللي تهربت برات المشفى هي كمية كتير كبيرة، من خلال الأطباء طبعاً متورطين بهاي القضية، وخصوصي على رأسهم لؤي وأمجد. خير يا أخي. حضرتك دكتور أمجد؟ نعم. شرف معي. شرف معي. طول بالك يا أخي. خير زينة، شبك وغشتيني؟ أنا موافقة. موافقة على شو؟ إني أتجوزك. وبعدين إيش؟ أوكي.